يلا نروح نشوف أهم أخبار النادي الأهلي في المواقع. الوطن سبورت أبرز الاستاد 10 ملفات على طاولة مجلس الأهلي. سوبر كورة، الأهلي يستفسر من الاتحاد العربي عن مصير مارانو الوحيد. فيتو يوسف، أغلقنا ملف أفريقيا مؤقتا وتركزنا في البطولة العربية. الشروق، الأهلي يضم أحمد علاء لقائمة الفريق بالبطولة العربية. الفجر، الأهلي يحصل على شرائط الوصل الإماراتي. ضغط الأهرام في كأس زايد، الوصل الإماراتي يطلب مواجهة الأهلي بالقاهرة. اليوم السابع، الأهلي يتمسك بمواجهة الترجي بالقاهرة ويحدد البديل. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يحتفل بمرور 25 عاما على إنشاء فرع مدينة نصر. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، جوهر نبيل، رجال اليد جاهزون للأدوار الصعبة ببطولة أفريقيا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الصافي، خدنا فترة إعداد مميزة والبدايات دايما صعبة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فحص طبي لمحمود فايز لاعب فريق اليد. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، نهلة سامح، سيدات الطائرة جاهز لبداية الموسم ونتطلع للأفضل دائماً.